قسما 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 بمن رفع السماء، قسما بمن نشر الضياء، قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء. تسمو بروح الأوفياء، هذا عهد الشعب القطري الوفي منذ تأسيس بلاده على يد الشيخ قاسم بن محمد الثاني وشيوخ القبائل المساندة له، فاجتمعوا تحت لوائه وبايعوه وحاربوا معه لتأسيس وطن يحتضنهم ويحتضن أبنائهم وأجيالهم القادمة. لكن من كان مؤسسا في الماضي أصبح منفيا في وقتنا الحاضر، بل وسلبت حقوقه وأملاكه من قبل النظام القطري الحالي، وأضحى يتهم بالخيانة من قبل نفس النظام الذي حمل رايته وتم تجاهل جهودهم في تأسيس الدولة. فحمد بن خليفة الذي تقلد الحكم إثر انقلابه على أبيه عام 1995 بدأ حكمه بالانتقام من القبائل التي ساندت المؤسسة في توحيد قطر، وظل يسحب جنسيات أبناء آل مرة على مدى 20 سنة، حتى وصل إلى شيخهم طالب باللهوم، فتله شيخ الهواجر ثم شاعر المليون بن فطيس. قبل ذلك قام النظام ذاته بسجن ما يقارب 20 شخصا من آل ثاني، جميعهم من أحفاد المؤسس ومن فرع ابن علي الذي ازدهرت في وقته قطر، حتى أصبحت الجنسية القطرية مسرحية هزلية وبلا قيمة، تسحب من أهل الحق المؤسسين وتعطى لأفراد الإخوان المنفيين. فهذا النظام الجائر يبعد المواطن القطري عن إخوته في الخليج ويجبره على التحالف مع نظام الملالي الذين يشكلون خطرا استراتيجيا على المنطقة. فما كان لشيوخ القبائل وحكماء قطر إلا أن سعوا للحاق بوطنهم قبل أن ينجرف في المزيد من السياسات التي تدعم الإرهاب وأهله. وسيردد الشعب القطري الأصيل: الطغاة راحلون وقطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء. قطر ستبقى حرة تسمو